Salam alaikum, bonjour, c'est Khoui Baba de Belize, de Paris. اليوم كان لنا الشرف وكان لنا حصلنا واحد الشرف باش نحضروا اليوم الاجتماع ديال المغاربه ديال اوروبا اللي هو كان في مدينه باريس اللي داز في واحد الجو ديمقراطي دي واحد الجو ديال الفرانشيز لواحد الجو اللي هو ديال اللي كان اكسيلون. حتى الجو ديال باريس عاوننا لان كانت الشمس دابا العشيه. واليوم غندوزو لكم واحد الريبورتاج كامل على شنو هو اللي حصل والناس اللي هضروا ومن بعد واحد التدخلات ديال اعضاء الجاليه سواء من ايطاليا ولا من فرنسا ولا من بلجيكا ولا من هولندا. واليوم زعما هاد المسيره اللي غادي بها المغاربه اللي هو الهدف هو ديمقراطيه هاد ديمقراطيه مجلس الجاليه. اليوم غادي تشوفوا بانه المغاربه كيفاش دايرين. اول مره كنحضر لواحد الاجتماع وما كيكون فيه اي سب واي شتم واي حتى شي حاجه اللي كانت. اليوم غادي نخليكم غير يكون بالفرنسيه وبالعربيه كل واحد هضر باش ما بغى. و جو سويت زعما اسيي داناليزي اسيي دو فوار اسيي دو كومبروندغ فريمون سكي سباس. وان شاء الله من باريس اليوم غندوزو لمدن اخرى عبر العالم. ومرحبا بكم مع في الار تي في 1860.com ومغرب اوبسرفاتور. Ils sont en train d'élaborer des lois organiques pour peut-être nous présenter un certain nombre de conseils, selon donc, la cuisine toujours locale, un certain nombre de conseils. Il n'y a pas qu'un seul conseil, il n'y a pas l'article 163, c'est-à-dire le conseil des consultatifs, etc. Il y a plus de 20 conseils, et vous le savez très bien. Ces 20 conseils qui vont sortir, donc il y a le Ta'lim, il y a le Chabab, il y a les ONG, la société civile, tout ce qui est des conseils, je pense que le Jalia, si on ne fait rien, si on reste centré sur notre nombril, sur nos divisions, sur nos problèmes internes au mouvement associatif, ces conseils vont sortir avec des versions tout à fait, je ne dis pas light, mais dures, benisbelina. Le conseil d'Yel Chabab et d'Yel la société civile, etc. Maintenant, c'est le ministre de la Jeunesse qui en a la charge. J'ai l'air 4,5 millions fait à Chabab. Nous avons des jeunes formés, des jeunes compétents. Je laisse de côté l'invitation qui a été faite dernièrement, il y a un mois ou même pas, par les ministères. Qui va changer de mot ? كيفاش تكون يعني ذاك النظام ديالنا والنظام ديال الجامع يكون عنده واحد الصدى؟ كيفاش غادي يكون عنده الصدى؟ انا نقول لكم الطريقه كيفاش. مثلا فرنسا، احنا دابا مجتمعين السي مرزيق الله يجازيه بخير لقى هذا المقر في مجتمعين، رغم انه فرنسا هي اول ولا اكبر يعني جاليه موجوده فيها فرنسا، هي اللي كتمثل يعني نسبه كبيره ديال الجاليه المغربيه خارج هي فرنسا، ما موجودش مقر ديال واحد الجمعيه ولا واحد تكتل ديال الجمعيات او فيدراليه فين يتلاقاو المغاربه ويجوا معززين مكرمين لواحد المقر كيمثل المغرب. الا ما عرفناش كنديروا نديروا اللي كيديروا صحاب الجوامع، كيجمعوا الفلوس كيقدروا يجمعوا الفلوس ويديروا جامع، حنا نجمعوا نديروا مقر. قلنا احنا الا خاصنا الفلوس نشوفوا مع الدوله او نشوفوا مع محسنين او كذا وكذا، ويكون عندنا واحد المقر ماشي يدير واحد الجمعيه، يدير واحد عدد الجمعيات فين يمكن نتلاقاو فين يمكن ننظموا. اليوم درنا مقر، غدا نديروا واحد النشره اللي فيها الاخبار ديال الجاليه اش كدور، هذا كما قال هذا حصل في كذا او هذا وقع له كذا، واللي بغى يعاون كذا واللي بغى يفهم مثلا، واحد العدد ديال المسائل بحال هادشي اللي كتقولوا على دابا. حنا كنا كنهضروا مزيان، كلشي كيعطي اقتراحات، ولكن غادي السي الله يجازيه بخير السي مرزيق قال لا شك انه كاين شي مقرر راه كيكتب هادشي، ولكن لو نجتمعوا وننظموا راسنا ونقولوا هاش خاصنا نبداو. دابا فرنسا مثلا كاين 50,000 ديال الكويري كاع كيلعبوا مزيان، ماشي هما كاع كلهم غادي يلعبوا يبدلوا فرنسا بالكره، كنختاروا لهم 11 بلا 18 بلي رومبلاسون باش يمثلوا فرنسا، هكذا كيخصنا. حنا كل واحد الا مشى السي برزيقا ولا مشى السي سابس او شي واحد
كيكبر علينا خصنا نقتنعوا ما نقولوش لا خص حتى انا نكون ما نكونش اسيدي راه كاين احنا المصلحه ديالنا توسط والنضال ديال الجاليه ظاهر ما تقولوش ما كاين والو لو ما كانش النضال ما تكونش الوزاره ديال الجاليه لو ما كانش النضال ما يكونش المجلس لو ما كانش النضال واحد العدد المسائل تكون اذا غير كيخص التنظيم باش تكون يكون عندها الصدى الى ما كانش كما راه الاخ سميتو جدير في النقابه كيفاش النقابه عندها في النقابات كلهم عندهم الكلمه ديالهم كتسمع لان كاين نظام النقابه كاين السانديك راه كاين اللي كيمثل السانديكه كامله كاين اللي تحت منه كاين الكاتب عام كاين ديال الجهه كاين كذا وكتمشي الكلام كيمشي منظم قالوا يديروا اضراب كيديروا اضراب داروا مظاهرات كدار مظاهرات كيصيفطوا رساله كتسمع فين الا تنظمتوا بلا كاع ما ديروا حتى شي مظاهره يعرفكم انتم شكون غادي كل شيء يسمع لكم يا الله هذا الاجتماع هذا نخرجوا منه واحد الخليه نصيفطوا رساله او نديروا اتصال ديالنا مع الناس المعنيين اللي غادي يعطيو داك الشيء اللي بغات الجاليه راه غادي يعرفوا معاهم كيهضروا غدا يستقبلوكم وغدا يقرروا وغدا يجيبوا النتيجه فهذا الشيء اللي كتقولوا دابا ديال المجلس اللي غادي دابا غيديروا هذه الوا اورجانيك خص على الاقل تخرجوا بواحد مجموعه اللي تمشي تناقش معاهم ديال الوا اورجانيك باش نعرفوا واش غادي يديروا لنا مثلا هادشي اللي قال الاخ قبيله اللي تكلم على التنظيم ديال الانتخابات ولا الترشيح مازال ما تمشي عندهم دابا عند صحاب المجلس ولا هذا يقول ما حتى واحد ما صرفنا شي حاجه ما عرفناش كيفاش غادي نديروا ننظموا الانتخابات في فرنسا الاستفسار ساهل الانتخابات لا كيقول لك احنا ترشحنا واحد في فرنسا فين غيترشح على من واش غيترشح على الجهه ديالو في المغرب او الجهه هنا في فرنسا وعلاش غيتكلم ها هو ترشح في فرنسا وبرلماني مغربي في فرنسا على اي غيتكلم يتكلم على الجاليه واش غادي يقول منين غيصوت البرلمان تما على على الماء ولا على الكهرباء في المغرب واش يصوت على على داك الشيء ولا يقول ماشي شغل انا كنهضر على المغاربه اللي في الخارج اي خص واحد العدد ديال المسائل ولكن هادشي كله كيمشي بالتنظيم اذا الاخوان اذا جاتكم الله يجازيكم بخير الا بغيتوا راكم كلكم مناضلين كلكم عندكم حراره على البلاد ولكن خصنا واحد الطريقه اللي نوصلوا لها باش كل الكلام ديالنا يعني مجمع وعندو قوه ونمشيو في الطريق اللي باغيين كلنا باغيين هذا الطريق كلنا باغيين هذا اللقاء وتكون الثقه بيناتنا وشكرا شكرا سي محمد يخليونا حنا نساهموا في الانتخابات اي بوف خاصهم هذا ما كنناقشوش خاصنا الانتخابات ديالنا مشروعه حقنا في الانتخابات كيكفلوا لنا الدستور هو نص صريح الخطاب الملكي صريح فمن هذا الاساس كنظن باللي ما كنناقشوش ميم حق الانتخابات لا يناقش اللي كيبقى فيه بالنسبه لنا لما نهضروا في الماء الاورغانيك بالنسبه للماء الاورغانيك في الحقيقه المقترح اللي قال السي الحكم كنظن مقترح جيد جدا لان خصنا نشوفوا بعضياتنا الاليات اللي غادي نخدموا عليها باش نصاوبوا هاد 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 بالنسبه لهاد الماء كومون تكون عندنا نسبه اللي كتمكننا فوق من هاد لي كونساي هادو اللي غادي يديروا حنا يمكن ثالث ثلاثه ديال الدول في العالم اللي ما كيتنازلوش على اللي ما كيتمش التنازل على الجنسيه ديالهم فاذا كنا حنايا ما كنتنازلوش على هذه الجنسيه ديالنا ما الدوله ما كتنازلوش عليها حنايا اصلا بلا ما يكون في القانون اللي كيخليناش نتنازلوا عليها فراه غير معقول كيفاش غنشرحوا حنا لولادنا ولهاد الجيل الصاعد غنقولوا له يا ولدي بلادك هذه انت مغربي ما عافاك اعطي الولد خالتك كينتخب عليك كيفاش غادي نرسخلو انا حب الوطن كيفاش غادي نرسخلو انا القضايا الوطنيه في دماغو واش هاد السيد بهاد الطريقه هادي حنايا غادي نكملو لا كونتينيتي ديال العمل ديالنا هضره ماشي حوار ديمقراطي الا كنا كنطمحوا للحوار الديمقراطي هضره ماشي حوار ديمقراطي وشكرا شحال مستقله شحال هادي من عام 50 عام وهي مستقله الدوله التي لا تدافع عن مواطنيها ليست بدوله الاخوان في اسبانيا واحد السيد شفتو في التلفزيون كيبكي بنتو تما في لامور ما عارف عام الدوله باش تجيبها ليه كيبكي مسكين يشوف غير بنتو ميته في دوك الناس اللي الحراقه اللي غرقوا ما جابتهاش الدوله المغربيه عندها واحد السياسه ديال الفكرون كمشي كتبيض وزيد في حالاتي يفكر ولا لا يفكر هذه هي السياسه ديال المغرب ما عندها حتى شي استراتيجيه لا على الجاليه ولا الناس اللي في المغرب واحد الاخوان الله يجازيهم بخير تكلموا على المعارضه سي دوماجك سي مشى غادر القاعه والاخوان ما شناهمش حنا ملي جا ليا زميل جوج مرات في لاميزون وقال ديال لاشيمي ولا ديال كان حاضر السي محمد كان حاضر الاخوان ما شناهمش وفي لابيل دو باغي راه كان معنا خويا بابا الله يجازيه بخير كان سرحان كان حس حاس
كان السي محمد كان السي سالت كان الاخ هذا كان الدري ديال هولندا وشي اخوان اخرين ودي اخوان حنا ما شناهمش حنا في الاول رفضنا رفضا باتا وقاطعا وجازما هذا المجلس هذا المجلس ما كيمتاش كانت عمليه انتقائيه داروا صحابهم وهذوك الناس انا قلتها راه خويا بابا راه عندهم متخذك شي هذوك الناس كانوا فيهم الاكثر كانوا خوانا ديال المغرب كانت كتمولهم ليبيا وكتخلصهم الجزائر وكتخلصهم كوبا وكانوا كيورطوا المغرب هما اللي خلونا دابا 35 عام عندنا مشكله ديال القضيه الوطنيه. وحنا شنا الاخوان راه السي محمد كان معنا في ساليكان في داكار والسي محمد زروالات مشينا في الفورم مونديال سوسيال حنا عايشين فاش عشنا السي محمد في لي كونتونير وهما في 5 ايطوال دو مع الخليلات ديالهم وباركين تما في فوتيل 5 ايطوال حتى واحد ما جا وحنا في لونيفرسيتي اونتي ديوب كان مع الامريكان اللاتينيه كلها مع بوليزاريو حنا اللي كنا ثلاثه الناس وكانت معنا واحد الاخت اللي كنا كندافعوا على القضيه الوطنيه دونك كاين الناس هنا هذوك الناس اللي بريفيليجي ديال الدوله راه كيمشيو كيتمتعوا الشارع الدمام ديالهم ولكن كاين اخرين اللي كيصيفطوهم غير العصا الا كانت العصا كيصيفطوهم ليهم باسكو هذوك الناس ما سون با كابابل سي محمد هذا ديالنا اللي تكلمتي نتا عليا زعمي قلتي خدم ليا زعمي اش خدم راه كان عايش واحد الفيلا في لو سيد دو لا فرانس كان مبرع مع راسو تماك مع الزوجه ديالو واش اش دار ولكن جا باسكو الدوله شرات الدمام وحطتهم وامرتهم علينا حنا نرفض هذاك المجلس واخا الملك اعترف به هذاك الملك الشغل ديالو يمكن كذبوا عليه الله اعلم يمكن عطاو شي ورقه سميتو خلو ولكن حنا نرفض رفضا باتا وقاطعا وهاد الاخوه اللي كانوا مشوا هاد الايامات جلسوا مع المجلس والمجلس راه اصبح لاغي منذ ديسمبر 2011 وي ابسوليمون اش هاد الناس هادو ما عندهمش مصداقيه كي لا يوديابل فليذهبوا الى الجحيم والى مزبل التاريخ لانهم لم يكونوا في مستوى الطموحات ديال الجماهير الشعبيه والجاليه المغربيه الدستور قال لك واحد السيد عطانا واش عطانا الدستور الدستور لم يعطى شيء حتى في الدساتير الممنوحه اللي كانت قبل تيقول لك كل مغربي راه عنده حق في التشغيل والتطبيب ولكن هذوك النصوص التطبيقيه ما عمرها كانت كاين الكذوب دابا هذا النص التطبيقي اللي حنا كنطالبوا فيه يمكن تخرج على 10 سنين 20 عام 30 عام راه كاينه اللعبه يا اخوان اقراوا هذاك الفصل 17 مزيان قرات سمحوا لي قريت موشي با انتيليكتويال شي با اكاديميسيان شي نوفري شي سانديكاليست شي اللي يتمتع المغاربة المقيمون بالخارج في الخارج بحقوق المواطنة كاملة بما في حق التصويت والترشيح في الانتخابات ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية لوكال وريجيونال الجهوية والوطنية بوان هذا هي الفقرة الأولى اللعبة فين كاينة قوالب ديال الداخلية ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهل الانتخابات وحال التنافي كما يحدد الشروط وكيفية الممارسة الفعلية حق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة كاين شي علاش المغرب ماشي هنا هذه اللعبة المغرب كاعطاش هذا الدستور ما كاينش حنا كنطالبوا النص التطبيقية تطبق بكل شيء هذا الشيء بلا ما تكون هنا بلا ما يكونوا جوج فقرات دو باغاكار المهم نكمل بعد الإخوان نهضروا في ذاك الشيء أنا كان غنكون واقيلا ديمقراطي أكثر من الديمقراطيين حنا فوتوا الإنجليزي الاخ تكلم على الولاد ديال الجيل الثاني القنصليه انا كنطلب باش تكون القنصليه والاخوان غادي يكونوا يساندوني ولا يعارضوني القنصليه تكون بحال جامعه في المغرب القنصليه تكون من الجاليه والاعوان ديالي يكونوا من الجاليه هما اللي عارفين المشاكل ديال ديال هذا الشيء راه اون بو با حيت كنا كنا سدنا السوجي طوف السعوديه وكون ماغري كيجيروهم الناس دوبي رابا وراه كاينه في وش دوله في بركان اون بو با جي غير سوسيتي دوبي مرابا هذاك المجلس داروا فيه واحد اللعبه ديال 50 وبقى 13 خاويه دار لي شي الدمام ماشي واحد كيدير صاب شي حاجه يجرها بقى دابا الان فارغه هنا راه كاين مشكل هنا كاين مشكل علاش هاد الناس ما بغاوش شي سي خير سميتو خيرات ولا سميتو داك السيد طلب من البرلمان خيراني ولا خيرات خيران طلب منهم باش يجي بد مساءله لازم باش يجي ما كيعترف حتى واحد هو قال لك ما يجيش الا لك اغلى لو وكاين في المجلس على هو كاع هو اللي قرا في مجلس الجاليه رئيس مجلس ديال حقوق الانسان فهادي 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 وسمين اون مينيت واحد اللحظه وانا ضد المجالس حيت المجالس كلشي دارت في المغرب راه كلشي ما نجحاتش ديال الصحراء والتخربيق كلشي ما نجحت حتى الزفره حنا كنطالبوا باش نكونوا حنا الجاليه شوف كيفاش غتكون المعايير نكونوا ممثلين
في جميع لي كونسيل دميسيون ديال اداره بنك العمل مؤسسه حسن ثاني الكونسيل ايكونوميك سوسيال الى اخره. وهذا الشيء هذا هو خص يكون، ولكن يكون عندنا تيار بلوكا، يكون عندنا سميتو تيار بلوكا في الكونسيل ادمنستراسيون باش ما نجيش حاجه نحبسوها. وانا في الاخر المهم باش ما نطولش عليكم حيت قال لي الاخ مريض القلب، انا كنقترح على الاخوان بكل تواضع باش نخلقوا لهم واحد الكوليكتيف ديال كلشي الجمعيات وندير واحد البيان وداك الشيء ونديروه، ولا نكونوا واحد اللجنه اللي غتمشي تصل برئيس الحكومه وتاكل بالبرلمان والاحزاب السياسيه وداك الشيء. وعندي انا واحد المقترحه هو كنا درنا حنا اقتراح التعديل الدستوري خاص بالتنسيقيه الى اخره سميتو، ها هو عندي هنا. وحتى هما قال لك سكر البلان تكنيك ليزام قال لك سي با فوزابل، حنا كنقولوا ودي سي فوزابل او نيفو دو كونسيلا وداك الشيء سي فوزابل، ها هو عندي هنا. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم. شكرا. السلام عليكم. شكرا محمد. اولا انت انا سعيد بلقاء هذا الوجوه كلها وهذا المستوى ديال التدخلات اللي كانت. وباش ندخل مباشره نفس الموضوع، نعم حنا مشينا للمجلس وكنا من الاول الناس اللي كانوا ضد المجلس، وحنايا كنتحمل مسؤوليتنا حنا ضد حتى الظاهر اللي تاسس به المجلس، لانه تنقولوا كل مبني على باطل فهو باطل. والمجلس تاسس على راي استشاري اللي قدمه مجلس حقوق الانسان، وكنعتبروا هذا الراي وكنا في الوقت ديالو بانه شهاده زور وكذب على الملك. اذا حنايا هذه الامور كنتحملوا بها مسؤوليتنا، حنا كنا ضد المجلس وضد حتى الظاهر اللي تاسس به المجلس، وكنا مقاطعين المجلس ولا نعترف به. وكنحتمل اللي كيجي للمجلس حنايا لا 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 ولا كيجيو الناس ديالو لبلجيكا كنرفعوا رساله لرئيس الحكومه البلجيكيه بانه اي واحد فهو موظف اجنبي، وحنايا كمواطنين بلجيكيين ولو من اصل مغربي الخدمات ديالنا كتهم الوزراء والحكومه البلجيكيه، فهذه حنايا قضيه الامر مع المجلس. الان كاين صراع حول المجلس وانتهى المجلس، هذا المجلس اللي خرج طبعا حنا كنعتبروا بان المجلس مكسب، ومكسب كما قال قبيله الاخ احمد محو، مكسب النضالات اللي قلتها جميع الفئات، الجيل الاول النساء الديمقراطي الاخوان الاخوان اللي كانوا منفيين اللاجئين السياسيين كل شيء كان، لانه كان هذا. وانا كنذكر الاخوان هذا كان من الاخوان اللي كانوا كيذكروا مازال لو فوروم دي ميغرون لو فوروم اوروبيا، انه في عام 1999 تعقد واحد المؤتمر كبير في الدار البيضاء وكان حضره جميع الوفاة الحسن الثاني الله يرحمه، وكان من بين اسمه هو ان المطالبه بمجلس، المطالبه بالمرصد، المطالبه بعده ما، والمطالبه حتى بالكونغرس، وعاود هذا الشيء تاكد في الكونغرس ديال 2001. اذا فهاد الامور حنا كنعتبروها بان المجلس مجلس ديال الجاليه، ماشي مجلس كما قال الاخ السوساني ديال الخبراء ولا ديال الوسطاء ولا ديال الاختصاصيين، وماشي وكاله ثقافيه، هو دار وبيت ديال المغاربه جميعا بدون اقصاء جميع الفئات ديالهم، الجيل الاول طبعا انه كافح ونضر وقدم خدمات كبيره للمغرب، النساء الفئات كلها وبدون اي اقصاء كما كان الاقصاء. ثانيا كاينه حاجه وحده ثانيه علاش مشينا حنايا، لانه واحد الوقت كاين ناس داخل المغرب كينصبوا نفسهم هما اوصياء علينا، هما المحامين ديالنا، هما الخبراء اللي كيتكلموا بالاسم ديالنا، اذا لازم حنا نمشيو نتفاوضوا في اي مكان كان. مادام حنا الورقه اللي كنا شادين ضد المجلس ان المجلس قام بالاقصاء وقام بالتهميش ديال عده فئات ديال بغض النظر على توجهاتها الايديولوجيه ولا المواقف مع سياسه المغرب. اذا هذه الورقه ديال الاقصاء ملي جات هذا الوقت وقعوا دي كونفيرجونس ما بين الناس ذوي النيات الحسنه كنسميهم كنتحمل مسؤوليتي، ولا كان اليوم باش نمشي للمجلس نعاود نمشي ليه، وانا فخور انني مشيت للمجلس وتحملنا مسؤوليتنا، لانه من السهل نبقاو دايرين المعارضه برا، وملي جا الوقت باش نقدموا اقتراحات اننا ما نقدموهاش ونكونوا سلبيين، نقدموا الاقتراحات ولكن نبقاو اوفياء لا 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 المبادئ والقيم ديالنا، واوفياء الاجيال ديال اللي ماتوا من الناس، لان انا كنعتبر بان الناس اللي ماتوا من الجاليه ديالنا شهداء، والمصالح اللي قدموها للمغرب ما كاينش شي جاليه اخرى في العالم قدمتها للمغرب. اذا فهذه الامور كنتحملوا فيها مسؤوليتنا حنا ومشينا ومازال نمشيو. قالوا قال السي محمد بانه كنا في ديال السان سانكي نمشي حتى ل 10 اطوال، حنا الجمعيه ديالنا اللي قدمت للمغرب قدمنا الماء الصالح للشرب بمئات الملايين ديال 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 الاورو اللي قدمنا، قدمنا تعاونيه ديال الزيتارغان،
خدمنا المنتدى المرأة، درنا مناظرة حول الانتقال الديمقراطي، المقاولة الوطنية، المقاولة المواطنة، هذه الأمور كنا دوما مازال تخدموا لبلادنا. وكل عام عندنا الآن دابا حنايا المنتدى المغربي البلجيكي للتعاون والتنمية والتضامن، عنده المقر ديالو في التربنات، مازال كيتابع المشاريع دابا وصافي 10 سنين اللي كنديروا الندوات وكيحضروا أساتذة من الداخل ومن الخارج، وعنده واحد النجاح منقطع النظر. قال بأنه قد يعلن الوزارة، يمكن أن الوزارة ما عندهاش الإمكانيات، ولكن الوزارية فيها فساد، فيها الحسوبية، فيها الزبونية، وكيعطيو البروجي لصحابهم الأصدقاء. لازم التنديد بهذه سياسة الوزير، ما كنهضروش أنا على الإمكانيات، الإمكانيات دائما محدودة، والناس اللي كيديروا الاقتصاد كيعرفوا بأن الإمكانيات محدودة والمطالب كبيرة، ولكن كتكون واحد المقاربة باش نجاوبوا على هذا المطالب، ولكن بطريقة معقلنة حدثية كما كي الناس اللي كيعرفوا الاقتصاد تيعرفوا هذا الشيء، ولكن لازم ندو بالسياسة ديال 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 دي دي الوزير. لا كنظن أنا بأن المسألة ديال 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 الجالية هي مسألة سياسية بامتياز، إما إحنا مغاربة وإما ماشي مغاربة. إذا كنا مغاربة فإذا إحنا مواطنين مغاربة، عندنا الحقوق ديالنا في جميع المسائل. دابا اللي كنلاحظوا هو كاين خطب ملكيه كتجي فيها لا قريناها كنلقى فيها واحد الانتشاع وكنلقى فيها واحد المسائل كبيره، ولكن ملي كنجيو للتطبيق ما كاين والو، صفر، ما كاين والو. الوزاره دايره اللي بغات، المجلس التوا داير اللي بغى. اذا هاد الامور لازم ندو به بالطريقه، طبعا بطريقه ديمقراطيه وبطريقه معقلنه. كاين مشكل ديال الانتخابات، الانتخابات كاينه، انا ما متفقش مع الاخ حصحاص اللي قال كيقول هذه قراءه، والقراءه اللي كيعطيها هو القانون التنظيمي، القانون التنظيمي هو اللي كيعطي القراءه الصحيحه ديال الدستور، ماشي حنايا، حنا ما فينا حتى شي واحد فقيه دستوري. هذه الامور حتى الدستور الفرنسي هي مثل كوالتازا كانوا كيختلفوا عليه الفقهاء الدستوريين ديال فرنسا. اذا كاينه قراءه اللي غادي يحددها لا 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 البرلمان، ودابا صحيح بانه كاينه هذه كاينه راه عند الامانه العامه للحكومه. إذن حنا اللي خصنا نديرو، طبعا حنا خصنا نقدموا اقتراحات باش نقولوا اشنا هو القراءه ديالنا اللي بغينا حنا ونحطوها طبعا، ولكن هذه الامور الاخوان راها تقنيه وفيها بزاف الهندسه الانتخابيه. اذا خاص يكونوا معنا اختصاصيين في اللوائح الانتخابيه، في الديكوباج، في ليليس، واش غادي يكونوا ديزانديبوندون، والاحزاب، وهذه المسائل كلها مسائل تقنيه خصها يوم دراسي خاص بها باش نردوا على هذه الاسئله. خاصنا في نفس الوقت اقتراحات للمجلس الجاي، المجلس هذا اللي كان، طبعا حتى واحد ما متفق وحتى واحد ما كان متفق مع اليزم، وخصنا نبقاو نطالبوا بمحاسبه اليزم، ولكن كاين بناء جديد، خصنا نقدموا له الاقتراحات ديالو، نقولوا حنا باش يشد علينا التاريخ انه في لحظه معينه قدمنا هذه الاقتراحات ولم يعمل بها. وشكرا. شكرا سي عزيز. سي عمر لاكراتي، président du réseau des ingénieurs consultants et chef de projet marocain. Ce soir, nous avons assisté à une réunion extrêmement importante. Ce 20 octobre fera date. D'abord, parce que nous avons eu la rencontre d'une cinquantaine d'acteurs associatifs représentatifs et nous avons pu échanger, discuter, confronter nos idées, le tout dans une entente cordiale, en se respectant les uns les autres. Ça, c'est un premier acquis. Deuxièmement, nous devons reconnaître que, malgré le poids important du Marocain du monde au MRE, à la fois en termes de transfert, en termes de population représentative à l'étranger, il n'en demeure pas moins que nous n'avons pas toujours réussi, en tout cas pas suffisamment, à peser ni sur les décisions politiques, ni sur les décisions économiques ou culturelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette réunion peut traduire à la fois un émiettement associatif caractérisé et qui appelle, dans une deuxième partie que je vais développer, la construction d'une nouvelle structure avec des dispositifs capables d'apporter des solutions aux mots qui ont été énoncés. D'abord, nous avons une dispersion caractérisée qui résulte de notre désorganisation, de la dispersion et le peu de visibilité que nous avons connue. Au deuxième point, les MRE sont ignorés. Ils n'ont pas toujours su utiliser les canaux à leur disposition. Et dans les différents conseils ou institutions où ils auraient pu avoir une place, ils n'ont pas pu ou su se mettre en avant. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de construire quelque chose. D'abord, en étant actifs, il faut dire qu'il nous faut plus nous organiser, plus nous structurer, pour plus participer. Et ensuite, il nous faut trouver des moyens de contrôle
des moyens de contrôle pour pouvoir contrôler ce qui a été délégué et voir l'avancement des travaux. Dans ce cadre, il nous appartient, pour les futures lois organiques éventuelles qui vont être proposées, d'être une force de proposition, de participer. On ne peut pas pratiquer la politique de la chaise vide, elle ne mène à rien. Nous devons participer, il faut qu'on dépasse les individualités caractérisées et les égaux pour être une communauté solidaire, capable, réunie, capable de servir. Il faut d'abord servir, penser à servir le royaume avant toute chose, sans toujours espérer être servi. C'est bon ? Oui, salam alaikum. Donc, Hamid Soussani, Medina Tunis. Donc, ana jid sa'id lyoum fhad lliqa dial jmaoui dial fa'alin jmaouin magharibah li jaw men iddat moudoun bouldan wakda europia. Je suis très content parce qu'il y a eu un échange vraiment cordial dans la diversité, dans la différence, etc. Chacun a exprimé son point de vue différent, mais c'est toujours très très cordial, très très constructif. C'est un deuxième pas, c'est la suite logique de la rencontre de Casablanca dans le cadre du dialogue ouvert avec le CCME, etc. Alhamdulillah, il y a eu des propositions aujourd'hui, il y a eu même une décision à la fin de créer une espèce de fédération, un forum d'échange, une espèce de coordination élargie et qui reste ouverte à tous ceux d'ailleurs qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Donc alhamdulillah, on va essayer de sortir avec une synthèse de tout ce qui a été dit. Et on va la diffuser, voilà, et on verra la suite. Au sujet des propositions concrètes. Voilà, donc moi j'étais très content et shukran. Oui, assalamu alaikum. Nahnu su'ada'un bilouqiyakum huna min madinat Bariz. المواطنين المغاربة كلهم سعداء بهذا اللقاء الذي له دلالات عظيمة استجابة إلى الوطن الحبيب للعمل جميعا من أجل بناء مغرب المستقبل ومن أجل أن تكون الجالية المغربية موحدة في إطار موحد والمجهودات المبذولة في جميع الميادين أن تكون في إطار مؤسسات يتم الاختيار في هذه المؤسسات عن طريق اقتراع الأعضاء وأن تكون التمثيلية للجالية المغربية في إطار المجهودات التي تبذل من طرف الدولة المغربية من أجل توحيد الصفوف وتوحيد الكلمة لجلب الاستثمارات المستقبلية ولكي يكون الشباب معبئين من أجل وطنهم الأم في إطار التنمية المستدامة والمشاريع المستقبلية إن شاء الله. شكرا. Bonjour, Mina Mansour, je suis consultante dans le système d'info et surtout actrice associative auprès de plusieurs associations marocaines, des personnes issues de la diversité, dans des dialogues interreligieux, etc. Donc aujourd'hui, on a assisté à un rassemblement de plusieurs acteurs associatifs et c'est la première fois où je vois une telle solidarité. Tout le monde veut arriver à un résultat pour défendre les droits marocains à l'étranger. Et donc, je suis très très contente par rapport à ça. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit solidaires pour qu'on puisse défendre nos droits et pour qu'on puisse aller de l'avant et faire comme tout le monde, comme les autres communautés. Et donc, voilà, bah, je suis très contente. J'espère qu'on va aller dans cette voie-là. Ça, c'est la première réunion. Je pense qu'il y aura d'autres, il y a une suite. Donc, il y a un plan d'action. Et ça, c'est excellent. Et donc, je félicite tous les organisateurs, toute personne, acteur sur le terrain, visible ou invisible, qui travaille pour vraiment donner, travailler sur les droits des Marocains résidant à l'étranger ou au Maroc. Donc, merci à tous ces gens-là. Et moi, je suis avec eux, je les soutiens d'une manière ou d'une autre. Je m'appelle Ahmed Mahou, je suis de Belgique, un acteur associatif, président du Congrès aujourd'hui.
Alors, nous sommes ici pour participer à un débat qui a commencé déjà il y a quelques semaines autour de la question de la participation et de la citoyenneté des Marocains de l'étranger. Et donc, comme je l'ai déjà dit, pour nous, il y a deux grands chapitres. Un, la participation politique, c'est-à-dire aux élections. Et la deuxième chose, c'est la participation à tous les niveaux de pouvoir des commissions qui existent et qui vont exister au Maroc. C'est donc les institutions. Alors, nos revendications sont claires. Un, il faut absolument que nous ayons nos représentants politiques dans le Parlement marocain. Deux, il faut que nous participions à toutes les commissions qui traitent des affaires du développement du pays. Et donc, nous sommes pour la non-exclusion des Marocains du monde, pour une vraie participation au développement de ce pays qui a tant besoin de nos compétences à l'extérieur. Vous savez bien que nous sommes 5 millions aujourd'hui de citoyens à l'étranger et pas que des ouvriers, bien entendu. Nous avons vraiment toutes les compétences voulues et dont le Maroc en a besoin aujourd'hui et grandement. Voilà un petit peu sur quoi nous souhaitons débattre avec tous nos amis associatifs et aussi avec les responsables politiques du pays.